موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي ونامونجو التنزاني بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الرجاء الرياضي المغربي ضد نامونجو التنزاني التي ستقام اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، حيث تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات، و5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الرياضية المغربية HD البث الأرضي بتعليق خليل فايد، وقناة بين سبورت HD4 بتعليق صور الذهب. ويقام اللقاء على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس معقل فريق الرجاء الرياضي. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.